أسعد الله أوقاتكم. رفع علم غواتيمالا الأسبوع الماضي في القدس الشرقية على أراضٍ احتلت من ضواحي القدس وهجر أهلها، وأعلن عن الافتتاح الرسمي للسفارة الجديدة الذي سيتزامن مع الافتتاح الاحتفالي للسفارة الأمريكية في القدس. وإن كانت معظم دول الاتحاد الأوروبي ترفض تغيير موقفها بشأن المكانة القانونية للقدس الشرقية، فإن التخوف يستمر من انضمام دول أخرى للموقف الأمريكي. وفي هذه الأثناء تصادر إسرائيل أراضي القدس الشرقية وتهودها وتشرع قوانين قد تدفع بالمقدسيين خارجها لحسم القضية عبر تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المدينة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج القدس عبر قناة الغد، تتابعون فيها أهم الأحداث الإخبارية والاقتصادية والثقافية، ونتناول في ملف حوارنا آخر التطورات الطارئة على المشاريع الاستيطانية في المدينة. تابعونا. أهلا بكم، بدايتنا مع أهم الأحداث وأخبار القدس خلال أسبوع تنقلها لنا الزميلة إيمان جبور في التقرير التالي. سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة مهددون بالترحيل الفوري بمقتضى قرار محكمة إسرائيلية منحهم بضعة أيام لإيجاد مسكن بديل لهم عن التجمع الحالي ليحظى بموافقة المؤسسة السياسية الإسرائيلية، وفي حال رفضهم المقترح سيصدر قرار نهائي بترحيلهم. وتسعى إسرائيل للسيطرة على المناطق المتاخمة لشرق مدينة القدس المصنفة مناطق جيم وفق اتفاقيات أوسلو لضمها إلى الكتل الاستيطانية فتوسيعها باتجاه البحر الميت. وواصلت إسرائيل الأسبوع الماضي انتهاكاتها في مقبرة باب الرحمة المتاخمة للسور الشرقي للقدس القديمة، واقتحمت قوات الاحتلال المقبرة لحماية طواقم العمل التابعة لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، ومنعت من المواطنين والمحتجين الاقتراب من المكان تمهيدا للسيطرة على الجزء الشرقي من المقبرة ومصادرة الأرض لإقامة حدائق توراتية. وعلى صعيد آخر صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يستهدف احتجاز جزء من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة بموجب اتفاقية باريس، وتأتي هذه الخطوة للضغط على السلطة الفلسطينية ومنعها من دفع مخصصات الأسرى الذين يقضون أحكامهم في السجون الإسرائيلية. وفي سياق الانتهاكات ضد المقدسيين وزعت سلطات الاحتلال 15 إخطارا بالهدم في البلدة القديمة، كما وهدمت محطة للوقود في بلدة العيسوية. وذكرت مؤسسات حقوقية بأن الشهر الماضي سجل 162 حالة اعتقال في القدس الشرقية إضافة إلى إبعاد 16 مقدسيا عن المسجد الأقصى، فيما تواصلت اقتحامات المستوطنين لباحاته، ودعت ما تسمى منظمات الهيكل اليهودية المتطرفة لاقتحامات مكثفة يوم الأحد المقبل تزامنا مع احتفالاتهم بيوم القدس في ذكرى احتلال القدس الشرقية. وتواصل بلدية الاحتلال بالقدس تحضيراتها عشية افتتاح السفارة الأمريكية، وقامت بنصب اللافتات الموجهة إلى موقع السفارة الجديد، كما أعلنت جمهورية غواتيمالا عن افتتاح سفارتها رسمياً في القدس تزامناً مع افتتاح السفارة الأمريكية، وأعلنت جمهورية الباراغواي عن نيتها افتتاح سفارة لها في القدس نهاية أيار الجاري. لبرنامج القدس إيمان جبور، قناة الغد. بعد تغيير القانون الإسرائيلي ومنح وزير الداخلية صلاحية اتخاذ قرارات بإلغاء هويات الإقامة وفقا لاعتباراته، اتخذ الوزير الإسرائيلي قرارا بإلغاء الإقامة لخمسة مقدسيين، ما يعني تركهم دون أي مكانة قانونية. للحديث بمزيد من التفصيل عن البدء بتطبيق هذا القانون وتداعياته وما يتطلب لمواجهته، تابعوا معنا الحوار التالي. المحامي محمد دحلي، مرحبا بك. سهلا فيك. نتحدث معك عن قرار وزير الداخلية بإلغاء الهويات المقدسية للنواب الأربعة بالإضافة إلى سيدة أخرى، إلى أي مدى برأيك هذا القرار والقانون أيضا مقلق بالنسبة للمقدسيين؟ قرار مقلق جدا بالواقع، لأن هذا القانون هذا القرار يستند إلى قانون تم تعديله حديثا. بموجب هذا القانون أي إنسان بنظر الإسرائيليين يعمل أي نشاط
إرهابي بين هلالين أو يخرق الولاء لإسرائيل هو عرضة لأن يتم سحب إقامته أو هويته. وإذا فحصوا مدى الولاء لدى الفلسطينيين في مدينة القدس مثلا أو لدى الفلسطينيين بشكل عام إلى دولة الاحتلال لوجدوا أن هذا الولاء معدوم، لأنه لا يمكن أن يكون مواطن واقع تحت الاحتلال وأن يدين بالولاء لمحتله. وبحسب هذه الطريقة وبحسب هذا الأسلوب وبحسب هذا التعديل بإمكان وزير الداخلية الآن أن يسحب الهويات المقدسية من آلاف أو عشرات الآلاف من المقدسيين، وهذه أسهل طريقة قانونية وكأنها قانونية طبعا بموجب قانون أعوج إسرائيلي يناقض القانون الدولي لسحب هويات المقدسيين. وهذا على ما يبدو أول الغيث، بمعنى أن سحب هويات النواب هي البادرة الأولى السنون الأول، وسيلحقها في المستقبل سحب هويات بالجملة للمقدسيين، وهي سياسة إسرائيلية قديمة ومعروفة الآن يتم قوننتها بشكل مكتوب بموجب قانون صادر من الكنيست الإسرائيلية. كل موضوع تحديد الولاء لدولة الاحتلال من عدمه أصلا هو موضوع فضفاض، هل يمكن التوجه برأيك قانونيا للمحكمة العليا بحيث تحدد ماذا يعني الولاء للدولة والتقليل من ضرر هذا القانون؟ نعم، بالإمكان التوجه الآن، وسيتم التوجه أصلا باسم النواب الأربعة كما أعلن المحامون الذين يتابعون هذه القضية من أجل استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية التي كانت قد تدخلت في السابق وألغت قرارا بسحب هويات هؤلاء النواب. طبعا سحب الهويات في المرة السابقة كان لسبب آخر، وأنه لا توجد صلاحية أصلا لوزير الداخلية بسحب الهويات المقدسية استنادا إلى خرق الولاء. الآن توجد الصلاحية صراحة في القانون الإسرائيلي، وستضطر المحكمة العليا بالتالي أن تقرر معنى خرق الولاء إذا احتاجت لذلك، وإذا لم تتراجع الداخلية عن قرارها. وستحدد المحكمة العليا بالضبط ما هو الولاء المذكور، أي حالات هي حالات خرق لهذا الولاء، ما مدى الولاء، هل خرق الولاء يتم بالأفعال، هل يتم بالأقوال، هل يتم فحص الولاء عن طريق استجواب كل مواطن وسؤاله إذا كان فعلا يشعر بالولاء لدولة إسرائيل، ما هي المعايير لذلك. هذا يعني معيار فضفاض جدا، وكما قلت هو لأنه فضفاض خطير، لأنه فضفاض قد تعتقد المحكمة العليا في نهاية المطاف بأنه غير قابل للتطبيق ويجب إلغاؤه، أو أنه غير دستوري بمعنى أن هذا التعديل يتعارض مع القوانين الأساسية التي سنتها الكنيسة الماضي وعلى رأسها ما يسمى قانون حرية المرء وكرامته، لأن سحب الإقامة في حالة الفلسطينيين في مدينة القدس معناه إلغاء وجودهم بالمرة من مدينة القدس، وهذا أهم حق يحمله أي إنسان في أي مكان في العالم. نظراً للدور الذي قامت به المحكمة العليا الإسرائيلية، هي من حث أصلاً الكنيسة على تشريع هذا القانون، ما هي برأيك الطرق الملائمة لمجابهة هذا القانون والتقليل ربما من أضراره؟ يعني إذا فشلت محاولات إلغاء هذا العقاب الذي فرض الآن على النواب وقد يفرض لاحقاً على مواطنين عاديين في مدينة القدس، إذا فشلت محاولات إلغائه عن طريق المحكمة العليا الإسرائيلية، وهذا أمر أيضاً وارد لأن المحكمة العليا الإسرائيلية بالأساس هي ليست محكمة تريد إنصاف الفلسطينيين بالضرورة، ولكنها تقوم في بعض الأحيان بإعطاء قرارات لصالح الفلسطينيين خوفاً من الانتقادات الدولية وخوفاً من أن يقال أنها لا تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. لذلك هذا بالفعل وارد ألا تتدخل المحكمة العليا الإسرائيلية، وإذا لم تتدخل هذه المرة المحكمة العليا فالإمكانيات المتاحة أمام الفلسطينيين قضائياً في المحاكم الإسرائيلية تكون قد انتهت. الإمكانيات الوحيدة هي إما العمل على تغيير هذا التشريع عن طريق الضغط على الكنيسة عن طريق نواب العرب ونواب اليسار الإسرائيلي، وهذا أيضا إمكانياته ليست كبيرة بكل أسف طالما أن الخارطة السياسية في إسرائيل كما هي الآن، وما يتواجد غير ذلك هو طبعا استعمال المحافل الدولية، القانون الدولي، الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان المختلفة من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لتغيير هذه السياسة أو ربما لتغيير هذا القانون. وأيضا للأسف هذا لا يمكن التعويل عليه، وبالتالي كل ما يمكن أن يعملوا الفلسطينيين كما في باقي الحالات في باقي السياسات التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين هي المزيد من الصبر والنضال ورباطة الجيش وطول النفس والعمل بشكل جدي دائما من أجل مقارعة هذا الاحتلال إلى أن يخلق الله أمرا.
طبعا عام 67 مع احتلال القدس الشرقية فرضت إسرائيل هذه الإقامة المقدسية على المقدسيين، والآن حين يتم سحب هذه الهوية وإلغائها، ماذا ستكون المكانة القانونية لهؤلاء الأشخاص؟ نعم، هناك إشكال عمليا قانوني، لأن إسرائيل كانت قد تعهدت بالماضي وهي وقعت على معاهدات دولية تمنع أن يكون المواطن ما يسمى ستيتليس، بمعنى مواطن بدون أي مواطنة وبدون أي إقامة. ولكن ما تفعله إسرائيل هو بعض من أنواع التلاعب. أولا، هي تستند إلى كون المواطنين المقدسيين يحملون جوازات سفر أردنية ولا زالت تعتبرهم وكأنهم مواطنون أردنيون، مع أننا نعرف أنه يعني الاحتلال موجود منذ حوالي 51 عام، والأردن ألغت علاقتها أو فكت فضت العلاقة الخاصة مع القدس والأراضي المحتلة منذ عام 1987. ولكن على الرغم من ذلك تدعي لا زالت إسرائيل أن هؤلاء الأشخاص هم عمليا مواطنين أردنيين وبالتالي لا ضير عليهم. طريقة أخرى للتلاعب هي أنها تعرف أنه في نهاية المطاف بعد أن تطردهم خارج مدينة القدس إلى باقي أراضي الضفة الغربية المحتلة، السلطة الفلسطينية قد تقوم بإيجاد حل لهم عن طريق إصدار هويات فلسطينية التي أصلا هي مراقبة إسرائيليا ولا تصدر إلا بموافقة إسرائيلية، ولكن يحصلون بالتالي على هوية لتمكنهم من التنقل والعيش داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بدون الدخول طبعا إلى مدينة القدس. المحامي محمد دحلي، شكرا لك. حياتي لك. مقبرة باب الرحمة التاريخية الملاصقة لأسوار القدس تشهد مؤخرا اعتداءات واسعة من قبل قوات الاحتلال، ويسود التخوف بين المقدسيين من السيطرة عليها وتهويدها، كما حدث مع مقبرة مأمن الله سابقا. هل يمكن منع هذه الاعتداءات؟ وكيف يمكن حماية المقابر التاريخية؟ سألنا المقدسيين رأيهم ونستمع إلى إجاباتهم في الاستطلاع التالي. هدف الاحتلال من تدمير وتهميش القبور الإسلامية في القدس خصوصا انه يؤدي الى زوال القبور الإسلامية، زي انه في عنا في مقبرة الرحمة قبور لخلفاء ولصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، فالهدف الوحيد للاحتلال انه يزيل كل شيء له علاقة في العرب وفي الإسلام خصوصا من القدس. طبعا الانتهاكات هاي بتحصل يوميا وكل يوم بتزيد، بيصير شيء جديد كل يوم، انتهاك جديد واكثر من اللي قبله يعني واصعب. احنا بنقدر انه نغير هذا الاشي ونحميه، انه نوقف الاشي يد واحده ومساعدات من برا، يعني مش يد واحده هون على الفاضي. مقدسيين كمقدسيين لحالنا بنفعش، يد واحده بتزقفش، كمان بدنا اشي من برا. فهذه جريمه تنضم لضمن الجرائم اللي بيقوم فيها الاحتلال الاسرائيلي على ارض فلسطين، لابد انه نوقف وقفة بطولة على هذا الاشي وعلى وقفة صمود، لانه ما بنسمح لامواتنا وشهدائنا واطفالنا المرحومين باذن الله انهم يتعرضوا لهذا الاشي. الاعتداء على القبور اعتداء ليس له يعني ليس لهم يعني اي مبرر. لو كان الاعتداء على مقابر يهودية لقامت الدنيا ما قعدت. اسرائيل تعتدي على كل إشي مسلم أو كل إشي بدل على عروبة المكان وعلى فلسطينية المكان، عشان هيك بدها تمحي أي أثار بدل على فلسطينية المكان. إذا في بيكون تواجد عدد كبير من أهالي القدس ومن الشمال، أهلنا في الشمال ومن حتى الضفة كمان برضه هم أهلنا، إنهم يتواجدوا كالقدس مدينة سياحية ومنطقة استراتيجية، فإنهم يتواجدوا طبعاً في المقابر وفي بالذات في البلد القديمة، بهيك إحنا بنقدر نحميها. عام 67 لم تستكمل المملكة الأردنية إجراءات تسوية الأراضي في القدس الشرقية وتسجيلها بشكل رسمي، ولم تسعى إسرائيل منذ ذلك الحين لتسوية الأراضي في شرقي المدينة كما فعلت في باقي المناطق التي أخضعتها لسيادتها، وظل هذا الوضع إلى اليوم يسبب خسائر تقدر بملايين الدولارات سنويا للأحياء والبلدات العربية في القدس. التفاصيل في تقرير الزميلة راما يوسف. قرابة 90% من أراضي القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل عام 67 استثنيت من إجراءات تسوية الأراضي وتسجيل ملكيتها
وفق القانون الإسرائيلي، ما يؤدي إلى خسارة تقدر ب 23 ألف دولار للعائلة المقدسية وفق البحوث الأخيرة، نتيجة انعدام القدرة لدى المقدسي على إثبات ملكيته للأرض، وبالتالي حرمانه من الحصول على قروض وتسهيلات. دائرة تسوية الأراضي، دائرة حرس أملاك الغائبين، دائرة الدوائر الإسرائيلية، هي كلها اللي لها علاقة في المواطن المقدسي في القدس، دوائر بالأساس برنامجها السياسي بامتياز، يعني هي بتدور كيف إنه هي تأخذ مصاري من المواطن، كيف يترحل المواطن، كيف تشحد المواطن. المعاملة في الشق الآخر يعني هم بيقولوا إنه نفس المعاملة، هي نفس الدائرة ونفس الرسوم، لكن في الشق الغربي ما في مشاريع كبيرة، في شركات ضخمة، في قروض إسكانية، في وزارة إسكان بتعطي قروض للناس، قروض بسيطة جدا وحتى بتنحسب على أساس حسب دخله. هذا الحكي غير متوفر في الأسر الشرقية، بالأسر الغربية متوفر ومتاح. خالد الزير مقدسي عانى الأمرين حين حاول بناء بيت يأويه وأطفاله الثمانية. هدمت بلدية الاحتلال بيته أكثر من مرة ومنعته حتى من زراعة أرضه بذريعة عدم ثبوت ملكيته على أرض أجداده، ناهيك عن اقتطاع جزء من أرضه لصالح بناء مشروع استيطاني في بلدة سلوان. الانتهاكات من قبل هذول المستوطنين، طبعاً هذول تم الاستيلاء على قطعة الأرض هذه اللي هي عبارة عن نص ظلم أو ظلم. طبعاً اليوم إحنا عمالنا بنشوفهم بيقيموا بناء على هذا المكان، بينما أنا عندي 50 دنم مش قادر أزرع شجرة في مكاني. طبعاً تعود ملكيتها لرحمة أجدادي طبعاً من سنة 1888، عندنا كواشين تركية عثمانية وفي عندنا كواشين عزمن الإنجليز، الحكومة الإنجليزية طبعاً، وعزمن الحكومة الأردنية عندنا كواشين في هذه الأراضي. تعمدوا أنهم يرفعوا الأسعار هذه عشان الواحد ما يقدرش يسجل في الطابو عشان يتم الاستيلاء على هذه الأراضي في المستقبل. تخسر القدس الشرقية ما يربو على 200 مليون دولار سنوياً وفق التقديرات نتيجة عدم تسوية الأراضي، مما يحرم المقدسيين من مشاريع التطوير في أحيائهم ويمنعهم من استصدار تراخيص بناء، وهو الأمر الذي يشكل ذريعة لهدم بيوتهم من قبل مؤسسات الاحتلال. مبالغ طائلة وجهود كبيرة تطلب من أصحاب الأراضي لإثبات ملكيتهم للأرض وتسويتها، في المقابل تضع إسرائيل ثقلها بالكامل لتسهيل مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان في القدس العربية. لبرنامج القدس، راما يوسف، قناة الغد، القدس المحتلة. للحديث بمزيد من التفصيل عن تأثير إجراءات تسوية الأراضي على الوضع الاقتصادي في القدس الشرقية وعن التخوف من تسجيل الأراضي تحسباً من مصادرتها، تابعوا معنا الحوار التالي مع المحامي سامي إرشيد. المحامي سامي إرشيد مختص بقضايا الأراضي في القدس، أهلاً بك. أهلاً بكم. في البداية، تؤكد الأبحاث بأن المقدسيين يخسرون ملايين الدولارات جراء عدم تسجيل الأراضي، برأيك كيف يؤثر ذلك على اقتصاد القدس الشرقية تحديداً؟ أولاً يعني لا شك بأن عدم تسجيل الأراضي وعدم تسوية الحقوق بالأراضي هو كان هدف لدولة إسرائيل حين احتلال القدس، فهذا الهدف خدم مآرب دولة إسرائيل وساعدها على مصادرة أراضي واسعة من القدس الشرقية دون إعطاء المواطنين وأصحاب الحقوق إمكانية الاعتراض أو إثبات ملكيتهم في هذه الأراضي. بالمقابل، ما تبقى من الأراضي للفلسطينيين بالقدس، فإسرائيل استمرت بتجميد عمليات تسوية تسجيل الأراضي هاي إلى ما يزيد عن 50 عام، والأمر هذا أدى إلى كثير من المصائب والكوارث بهذا المجال، حيث أنه مس القطاع الأساسي بالقدس وهو قطاع الإسكان وقطاع ملكية الأراضي. فإحدى المخاطر وإحدى الخسائر الكبيرة اللي سببها هذا القرار الإسرائيلي هو أيضا مخاسر مادية واقتصادية جسيمة للمواطنين المقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم. حدثنا أكثر عن أسباب عدم تسوية الأراضي في شرقي القدس بالأخص. السبب وراء عدم تسوية الأراضي بالقدس الشرقية كان واضح. أولاً، تسهيل عملية مصادرة الأراضي من قبل دولة إسرائيل من أجل إنشاء المستوطنات، وإسرائيل قامت بالفعل بمصادرة ما يزيد عن ثلث
أراضي القدس الشرقية منذ عام 1967 وبناء مستوطنات عليها، وبعد ذلك قامت بتسجيلها كأراضي دولي. الأمر الثاني كان أيضا تسهيل عمليات الاستيطانية الأخرى في داخل الأحياء الفلسطينية حتى اليوم، المستمرة حتى اليوم بالقدس. فيصعب جدا على المواطن الفلسطيني حين تأتي مؤسسة إسرائيلية أو مؤسسة استيطانية إسرائيلية والاستيلاء على عقاراته إثبات ملكيته، لأن الأراضي غير مسجلة والحقوق غير مسوية. فيسهل على الطرف الإسرائيلي بالإدعاء بأن المدعي بالحقوق هاي لم يثبت حقوقه. هذول الهدفين الأساسيين اللي كانوا وراء عملية تجميد تسجيل الأراضي. وإسرائيل عللت أمام المحاكم بأن هناك أيضا مشاكل ومصاعب أخرى، منها تقنية ومنها سياسية في هذا المجال. الاستفادة والضرر جراء عدم تسجيل هذه الأراضي في الشق الشرقي من القدس. لا شك بأن عملية تسوية وتسجيل الأراضي في الأيام المعاصرة هو ضرورة حيوية جدا من أجل الاستمرار باستعمال هذه الأراضي وإثبات حقوقها. ولكن في ظل الاحتلال وفي ظل القوانين الكائنة اليوم بالقدس، وأهم ذلك قانون أملاك الغائبين الذي ينص بأن كل مواطن فلسطيني يملك عقار بالقدس ولم يكن هنا عام 1967 مقيما ومواطنا في مدينة القدس فإنه غائب، فهذا يعرض الكثير من العقارات ومن الحقوق الفلسطينية بالقدس إلى الخطر. أضف إلى ذلك أنه أيضا هناك عدم ترتيب للأوراق والتسجيل لملكيات الأراضي، وهناك مفارقة بين ما هو مسجل في دائرة الأراضي في عمان منذ عام 1967 وما هو موثق بالقدس. فأيضا بالقدس الغربية أغلب الأراضي مسجلة وموثقة، ولذلك يسهل على أصحابها الحصول على قروض وإنشاء بنايات عليها والحصول على رخص بناء وإثبات ملكيتهم فيها ونقلها إلى الأجيال القادمة أو بالميراث. بالمقابل بالقدس الشرقية عدم التسجيل وعدم التوثيق يصعب حتى على نقل الأرض بالميراث إلى الورثة الحقيقيين، طبعا يجعل شبه مستحيل نقل أي ملكية إن كان بالبيع أو بالرهن إلى أي طرف ثالث. هذا أيضا يصعب جدا إمكانية الحصول على رخص البناء أو التمويل من أجل إنشاء أي بناء على هذه الأراضي. المحامي سامر شيد، شكرا لك على هذا اللقاء. عفوا لكم. ممثل وراقص مسرحي شاب انطلق من المسرح الوطني في القدس ليشكل مع زملائه جيلا جديدا من الفنانين الشباب الطامحين لتغيير وتطوير الواقع الثقافي في المدينة، وشارك في عدة أعمال فنية بالتعاون مع فرق مسرحية في مسارح القدس والضفة الغربية. التفاصيل مع الزميلة يارا شاهين. كان هاوياً للتمثيل والوقوف على الخشبة، تعلم في مدرسة المسرح وشارك في العديد من الأعمال المحلية منها مسرحية مارتن لوثر كينغ، كما ويعمل على تدريب الهواة والممثلين المبتدئين. نتعرف على الممثل المقدسي فراس فراح. أنا من طفولتي يعني بحب المسرح، بحب المنصة. بالروضة عملت مسرحية أنا وكمان ولد، هي بتحكي عن النظافة وهيك، وحسيت إنه حلو أوقف قدام عالم الناس بيضحكوا والناس بتفاعلوا. كمان بال 2007 عملنا مسرحية اللي هي هو مسرحية كتبناها أخرجناها وكانت بالحكواتي، شافونا بيشتغلوا بالحكواتي والأساتذة هون، وكان بتزامن مع إنه عم بيقدموا طلبات لمدرسة المسرح الصيفية، فبعتوا إذا حابين يعني لكل الشباب اللي كانوا بالمسرحية، وتقريبا كلياتنا دخلنا بالمدرسة يعني. بعتوا لنا طلبات، قدمنا، جينا عملنا هون بهاي القاعة أوديشن وانقبلنا على المدرسة، وكانت 3 أشهر بالصيف، وبعدين كملنا انتنسيف وركشوبس هون وهناك وبإيطاليا وهون، استمر الإشي يعني كبروسيس كسيرورة دراسة لسنتين تقريبا اللي درسنا فيه تحليل نصوص، تاريخ مسرح، تمثيل، وبعد هيك اشتغلت
أول عمل مهني لي بالحكواتي اسمه محطات من حياة مارتن لوثر كينغ. كنت أعمل فيه شخصية مالكوم إكس، إخراج كامل الباشا، إنتاج مسرح الوطني، واشتغل كمان ليل الليالي كمان مع نبيل الأذن، كمان إنتاج المسرح الوطني كان نابلس، كمان بالقدس انعرضت. بالنسبة إلي المسرح هو المكان اللي المنفذ، يعني خلينا نحكي، والبيت بنفس الوقت. المسرح بده طاقة كتير بيور، كتير نقية، لأنه it's a one time shot، هو فرصة واحدة. أنت بتطلع على المنصة وبتكون بالتركيز الفل، بالردة الفعل والفعل، بالسمع والجواب. فالمسرح كتير كتير بده طاقة تكون كامل التركيز، فيش إعادات. والمسرح فيه تقدير، إنه لما أنت تعمل عرض الناس بتيجي بتحمل حالها، بتطلع بإجريها وبتيجي بتحضرك. أنت ما بتوصل على البيت ويمكن كبسة تنطفى عليك، أو يتغير القناة، أو توقف تروح على الحمام وترجع. لا، المسرح أنت بدك تروح عشان تحضر الممثل، ففي إله قيمة يعني منيحة بالنسبة للممثل. يعني إذا أجاله 10 ولا 20 يعني هذا إشي. وكمان بشجع الناس تحضر مسرح بشكل عام، يعني المسرح هو أبو الفنون. داخل أسوار البلدة القديمة في سوق الحصر وقبالة دير السريان يقع المسجد العمري الصغير الذي أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بالخليفة عمر بن الخطاب. دمر المسجد في الماضي بسبب العوامل الطبيعية وأعيد بناؤه في ستينيات القرن الماضي. تفاصيل أوفى في العرض التالي الذي أعده لنا الباحث روبين أبو شمسية. على الطريق الواصل ما بين طريق دير السريان وطريق حارة الشرف يقع هذا المسجد الصغير المتواضع الذي تعود بنايته إلى القرن الأخير في الفترة المملوكية للحكم في مدينة القدس. هذا المسجد يدعى المسجد العمري الصغير تمييزاً له عن المسجد العمري الكبير الذي يقع في مركز حارة اليهود. ليس هناك وثيقة تؤكد بداية بناء هذا المسجد، ولكن على الأغلب من طريقة البناء أنه يعود إلى الفترة المملوكية المتأخرة. مساحة هذا المسجد مساحة متواضعة جدا. هذا المسجد أهمل في الفترة العثمانية حتى لم يعد يستخدم كمسجد في المكان، وفقد منه الكثير من المباني والوقفيات التي كانت تحيط به، إما لصالح اليهود وإما لصالح الطريق العام الذي تحيط به والتي تؤدي إلى دير مار مرقس كما أسلفنا سابقا. هذا المسجد مساحته لا تتعدى 24 مترا مربعا، بالإضافة إلى ساحة صغيرة وقبو صغير حول في التسعينات من القرن الماضي إلى مطهرة تتبع المسجد في بنائه. عمر المسجد في مراحل متأخرة ومتعددة، منها أواخر الفترة العثمانية حيث أضيف البناء للساحة الخارجية ومدخل البناء، ثم في فترة التسعينات رمم ليضاف إلى محرابه والجدار الجنوبي له بعض السيراميك أو الخزف الفلسطيني الذي جمل شكله وغطى الحجارة الأصلية التي كانت تحمله. المسجد يدخل منه عن طريق حارة الشرف قديما الملتقية مع طريق دير السريان بدرجتين صغيرتين متواضعتين نصف دائرتين. ندخل إلى ساحة المسجد الصغيرة التي على يميننا نجد المطهرة والمتوضأ، ثم على يسارنا ندخل بابا صغيرا ارتفاعه يبلغ 220 سنتيمتر، ثم ندخل إلى ساحة أو صحن المسجد الذي لا يتعدى مساحته 24 مترا مع الساحة الخارجية، بالإضافة إلى المحراب المتواضع الذي جدد منذ الفترة المملوكية على عهدين، في الفترة العثمانية المتأخرة وفترة التسعينات من القرن العشرين الماضي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ملف هذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد. لم يتوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية يوما واحدا، بل ازدادت وتيرة تنفيذ المخططات منذ بدء ولاية ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية وتوسع إسرائيل لرقعة الاستيطان جنوبا بالقرب من محافظة بيت لحم وشمالا باتجاه رام الله، إضافة إلى توسيع البؤر الاستيطانية داخل الأحياء والبلدات العربية المقدسية وتطويق البلدة القديمة من جهتها الشرقية. ما هي أحدث المخططات الاستيطانية التي تنفذ حاليا وكيف ستبدو القدس وبالتحديد الشطر الشرقي منها مع اكتمال هذه المخططات الإسرائيلية؟ الحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي، بداية السفير أحمد رويدي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، أهلا بك. وأنا أرحب بالسيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، أهلا بك يا سيد التفكجي. وقبل البدء بالحوار مع ضيفي مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد هذا التقرير من إعداد الزميلة ياسمين أسعد ونعود. هكذا أمسى مشهد قرية العيسوية الواقعة شمال شرق القدس، حاجز عسكري ضخم جديد تقيمه سلطات الاحتلال في مدخلها الشرقي وتعلن افتتاحه في ذكرى النكبة بعد أن اقتطعت زها 2070 دونما من أراضي القرية لإقامة الحاجز وشق ما يعرف بشارع الطوق المقرر أن يخدم المستوطنين ويربط مستوطنات شمال الضفة بجنوبها عبر الحاجز ويعزل في الوقت ذاته الجهة الشرقية للمدينة بأكملها. بدوا بإعداد الحاجز الذي سيقام المشاهد خلفنا بهدف تسهيل عملية وصول المستوطنين إلى القدس عبر النفق اللي بمر تحت مستشفى المطلع والجامعة العبرية. الهدف منه وصل شمال الضفة بجنوبها لمنع الفلسطينيين من استخدام الشارع الموصل من أريحة لمنطقة العيزرية وشارع وادي النار، وبالتالي تسهيل إقامة المخطط الاستيطاني E1 على الجبال الشرقية للقدس، واللي هذه بتشمل مصادرة حوالي 3500 دونم من أراضي العيسوية لتنفيذ هذا المشروع. شارع الطوق الممتد من قرية إمطوبة جنوب القدس وصولا لقلنديا سيلتهم وفقا للمخطط نحو 2000 دونما من أراضي القرى الفلسطينية كالطور، السواحرة وصور باهر التي باشرت إسرائيل باقتطاع أراضيها لصالح شق الشارع، إلى جانب مخطط آخر فيها يصادر 56 دونما من أراضي أهلها لإقامة وحدات استيطانية خاصة بجنود وعناصر الشرطة الإسرائيلية المسرحين من الخدمة. الاحتلال لم يكن بحاجة لاستخدام هذه الأرض، ولكن اليوم ضمن الحرب الشواء وضمن الحرب القوية على مدينة القدس، الاحتلال يقرر أنه يستغل كل أرض ممكن أنه يستغلها من أرض القدس حتى يجردها من هويتها، حتى يجردها من تاريخها. فكان الدور اليوم علينا، كان الدور قبلها في الطور، كان الدور قبلها في العيسوية، كان الدور قبلها في سلوان، المأساة الكبرى في مدينة القدس. ويرى الحقوقيون أن مخطط الطوق هو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تهدد بعزل الجهة الشرقية من العاصمة وتفكك أواصر عشرات القرى العربية وتحولها إلى مقاطعات مجزأة، ما يجهد حل الدولتين وأمل الفلسطينيين بدولة فلسطينية متواصلة جغرافية ومستقلة. وسط بلدات القدس العربية أوكى سياج ناري يخنقها، تمضي إسرائيل بتوغلها الاستيطاني في العاصمة وصولا لتحقيق مشروعي 2020 و2050 الرامية بهما لتتويج حلم مستوطنيها بالقدس العبرية الكبرى دون أي اكتراث بصرخات الفلسطينيين أو أي تنديد عربي ودولي بانتهاكاتها. لبرنامج القدس ياسمين أسعد، قناة الغد، القدس المحتلة. من جديد مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي حول هذا الموضوع، السفير أحمد رويدي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، كما أرحب بسيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، أهلا بكم. أنا أبدأ معك سيد رويدي، تواصل الاستيطان بزخم كبير في الآونة الأخيرة خاصة بعد الإعلان الأمريكي عن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، كيف تنظرون إلى خطورة هذا الاستيطان الذي يفتك بالأرض والبلدات الفلسطينية؟ يعني الاستيطان مستمر،
بالأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في مدينة القدس. وتعلمون يعني الآن القدس محاطة بجدار استيطاني، وقلب المدينة أيضا هناك مستوطنات، وربما زميلنا الأخ خليل توفقجي سيتحدث بشكل أوسع حول مشاريع الاستيطان اللي موجود الآن في قلب مدينة القدس. لكن بالمفهوم السياسي الاحتلال يريد أن ينهي ملف القدس نهائيا. هو فهم إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة واعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال على أنه نهاية حل القضية الفلسطينية فيما يتعلق في موضوع القدس. نعم. واعتبر أنه الآن موضوع القدس خارج أي مفاوضات مستقبلية، وبالتالي هو يتصرف بأنه صاحب المكان، وعليه هو لا يريد وجود فلسطيني، وبنفس الوقت هو يريد أن يعزز الوجود اليهودي في المدينة. وبالتالي البرنامج يسير باتجاه تكثيف المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين وتقليص أهل المدينة من خلال حصارهم اقتصاديا، التضييق على الناس، دفعهم إلى الهجرة الطوعية عن المكان، تسهيل بنائهم خارج ما يسمى حدود بلدية القدس، وبالتالي لاحقا يتحدث عن سحب الهويات. وربما نشهد يعني عنوان كبير في الأيام القادمة، ربما بعد 14 شهر القادم اللي هو يوم نقل السفارة، أن يكون هناك سحب هويات بالجملة لأعداد كبيرة من الفلسطينيين المقدسيين، عدا عن ما يحدث من مشاريع لها علاقة بشكل الحل النهائي الذي تفكر فيه إسرائيل عندما يفكر في الشارع والحاجز في عناتا، وهذه الطرق الالتفافية الذي تمنع الترابط الفلسطيني في المحافظات المحيطة في مدينة القدس مع مدينة القدس. نحن أمام خطر يتطلب وحدتنا، موقف واضح فلسطيني. نعم سيد خليل التفكجي، بتنا يوميا الآن نسمع عن وحدات استيطانية في كافة أرجاء القدس، هذا الهجوم الشاسع الاستيطاني على القدس أنهكها وأثقلها وفسخ البلدات العربية، ودائما نقول أنه يمنع أي حل لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشريف. كيف تنظر إلى خطورة ما يجري؟ البرنامج الإسرائيلي واضح، البرنامج هو ليست وليد اليوم، هي القدس عام 2020 والقدس عام 2050. فبالتالي ما يجري الآن من عملية بناء استيطاني أو توسيع مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة أو فتح شوارع أو إعادة تسجيل عقاري، كل هذا يندرج ضمن هذا الإطار. وبالتالي نحن الآن عندما نتكلم عن قضية وحدات سكنية في أي مستوطنة كان، هي تأتي ضمن هذا السياق. هنالك مشروع لبناء 58 ألف وحدة سكنية، صح لم ينجز حتى عام 2020، لكن هو يسير ضمن هذا الإطار، وخاصة أن هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وهذا الإطار الذي نتكلم عنه ما تم الإعلان عنه قبل فترة قصيرة بإعادة تسجيل عقاري في بعض المناطق. يعني بنتكلم عن قضية جبل المشارف، هنالك تسجيل جديد للكلية العسكرية التي تم إلغاؤها، منطقة الشيخ جراح هي تسجيل لأملاك يهودية في هذه المنطقة، صور باهر نفس النتيجة، هي إعادة تسجيل نقل ملكيات من ملكيات عربية إلى ملكيات يهودية واستخدام كل القوانين. خلينا نتكلم عن قضية حزمة مثلا على سبيل المثال، حزمة أيضا هي بناء استيطاني مرتبط بين مستوطنتين، أيضا في منطقة التل الفرنسية إقامة مستوطن. إذا هذه العملية نقل الملكيات من ملكيات عربية أو أن لا يوجد أي شخص يعترض على هذا التسجيل العقاري تسجل بأسماء الدولة. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي يسير بهذا الاتجاه الكبير جدا بإنهاء قضية أن القدس هي عاصمة لدولتين، بل هي لدولة واحدة. نعم من هذا المنطلق عندما نتحدث عن أي عاصمة بديلة تطرح طبعا بضغط أمريكي وإسرائيلي، سيد رويضي، الاستيطان بالإضافة إلى أنه خطير في جلب اليهود والمستوطنين إلى مدينة القدس والتعداد السكاني، أيضا هو أخطر في موضوع تقويض حل الدولتين وإنهاء أي حلم فلسطيني بالقدس عاصمة لدولة فلسطين. إلى أي حد هذا أصبح واقع اليوم؟ يعني هي إسرائيل الآن بالتفكير اللي يطرح في حزب الليكود وما يناقش في الإطار الداخلي الإسرائيلي، يتحدثون عن ضم المستوطنات حتى في مناطق الضفة الغربية، تبدأ بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين هناك، وبالتالي هم يرفضون موضوع حل الدولتين، بل بعضهم يتحدث عن الضم. وبالتالي يعني لا يوجد الآن في الحكم الإسرائيلي من يفكر أصلا في حل الدولتين، والاتجاه يسير أنه ضم المستوطنات بشكل أكبر ووضع الفلسطينيين في كانتونات محاصرة معزولة، ربما يمنح لها لكل منطقة حكم ذاتي لأداء الخدمات الذاتية بدون أن يكون لها أي مضمون سياسي. لكن الموقف الرسمي الفلسطيني تم التعبير عنه من الرئيس أبو مازن في أكثر من مناسبة،
وبالتالي هو الموقف الذي يجمع عليه العرب والمسلمين، ومدعوم للعلم دوليا، الأوروبيين داعمين أيضا هذا الموقف اللي بتحدث عن حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وبالتالي هناك سباق مع الزمن من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إلغاء الحقيقة التاريخية للمكان، ليس فقط في مضمون الأرض، وإنما أيضا في هذا المضمون اللي بنعرفه في البلد القديم، البعد الإسلامي المسيحي، هذا المشهد اللي بنشوف باب العمود اللي بيعطيك النظرة إنه هاي منطقة عربية إسلامية مسيحية مجرد ما تدخل باب العمود. الآن هم بدهم يغيروا كل هذا الشكل، بيخططوا لباب الخليل، بتحدثوا عن تل فريك، بتحدثوا عن إقامة كنس جديدة، عن مشاريع استيطانية جنوب المسجد الأقصى المبارك في، وبالتالي هذا كله بده ينهي كمان حتى المشهد حتى في ذهنك انه هاي مدينة عربية اسلامية مسيحية بدهم ينهيها. وبنفس الوقت الاجراءات الامنية اللي بنشوفها باب العمود، هاي تضييق على الناس تدخل البلد القديم، اضعاف القوة الشرائية، دفع التجار لترك المكان، وضع حواجز دائمة ايضا في باب حتى العمود. حتى اهل البلد القديم اليوم اللي بتوجه للدوائر الاسرائيلية عم بيضغطوا عليهم يحطوا عنوان اخر غير البلد القديم في البطاقة الهوية حتى ما يصير يمنعك تعبر على البلد القديم مستقبلا. اذا الموضوع انه اسرائيل تريد ان تنهي اي امكانيه لان تكون سنتحدث باسهاب في نهايه هذا الحوار عن موضوع البلده القديمه وما يحيط بها. لكن قبل ذلك سيد التفجي، كنا دائما منذ سنوات طويله نسمع عن مشروع القدس الكبرى 2020، واصبحنا نسمع عن مشروع 2050. صحيح لم ينفذ كل ما هو مطروح في 2020، نفذ جزء كبير منه، لكن ما الهدف؟ الى اين ستصل حكومات الاسرائيليه المتعاقبه في قضيه القدس 2020 و2050؟ 2050 يعني هو يطلق على اسم 5800، المشروع 5800، والمقصود بال 5800 أن السنة العبرية تساوي 2050 بالميلادي. حقيقة هنا يتكلم عن شيء رهيب جدا عندما تقرأ هذا المشروع وتشاهده، أكبر مطار في المنطقة في منطقة البقيع النبي موسى، وهذا المشروع بيتكلم عن حوالي 35 مليون مسافر، 12 مليون سائح، بيتكلم عن مناطق صناعية، فنادق، رحلات علاجية للبحر الميت لأنه هي قريبة حوالي 10 دقائق للبحر الميت. طبعا هذا كله ضمن حدود عام 67، طبعا هي في أراضي الضفة الغربية، لكن هي في نفس الوقت أيضا هي توسع القدس الكبرى أو المتروبوليتان لتصل إلى الحدود، لتصل إلى بور الأردن من الناحية الشرقية وتصل إلى بيت لحم من الناحية الجنوبية. حقيقة هذا الموضوع بيركز على نقطتين رئيسيتين، أن القدس خارج إطار المفاوضات، وهذا بالتالي التين ما يجري الآن عملية تطهير عرقي للبدو في هذه المنطقة. إذا عندما أنتقل أنا من منطقة الساحل إلى منطقة الأغوار لا أشاهد أي قرية عربية أو بدو في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك أن هذه المنطقة إذا تم السيطرة عليها بشكل كامل، إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي من المستحيلات، لأنه اليوم إحنا بنتكلم عن كرادور. كرادور يمتد من غور من المنطقة الساحلية حتى غور الأردن بحوالي خلينا نقول 50 أو 60 كيلومتر طول، بعرض 20 إلى 25 كيلومتر. هذا ال 25 كيلومتر مربع بأي لحظة، واليوم في الأخبار يعني تم إغلاق الكونتينر، فلا أهل الشمال ينتجون للشمال ولا الجنوب للجنوب إلى آخره. إذن هذه هي المرحلة اللي هي كسر الحلقات بإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. وأنا قبل فترة وكثيرا ما تكلمنا أن دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وليس مواصلاتي، لأنه في عام 2007 تم طرح شارع ما يطلق عليه اسم نسيج الحياة، الذي يبدأ من أبو ديس ويتجه نحو غور الأردن ثم عن طريق المعرجات إلى رام الله. لكن ما يحدث الآن ضمن المخطط الإسرائيلي، أقلية عربية، أغلبية يهودية، سيطر على الأرض وفرض الأمر الواقع على الأرض. تغيير المشهد هو جزء من هذا الموضوع، تغيير أنه البناء استيطاني مركز هو جزء من هذا الموضوع، لكن بالنهاية أن العاصمة هي لدولة واحدة. هذا خطير جدا، ومن مبدأ هذه الخطورة وباعتبار القدس مسؤولية عربية وإسلامية، سيد أحمد رويدي، مليارات الدولارات تضخ من الإسرائيليين من أجل تهويد القدس، تتحدث عن مشاريع أيضا تدرس، مشروع 2020 ومشروع 2050، ما مسؤولية العرب والمسلمين تجاه القدس؟ وأين دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين بنظرك؟ يعني وجهة نظري في هناك أربع مسؤوليات أساسية. أولا الموضوع السياسي هو الأهم، أنا بعتقد أنه أهم من المال. القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، هذا موقف يجب أن يتبناه الجميع، يجب أن يدافع عنه الكل العربي والإسلامي وكل من يدعم الشعب الفلسطيني في كل محفل.
لأنه الآن الخطر حقيقي، مش الأمريكان أعطوا ضوء أخضر وكانوا هم صاحب القرار في مستقبل مدينة القدس، وبالتالي هناك عمل يتم بخطوات متسارعة. منظمة التعاون الإسلامي الذي أمثلها، هناك بالأمس كان اجتماع في بروكسل ما بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بحضور وزير خارجية فلسطين، وزير خارجية تركيا بصفتها ترأس المؤتمر، وزير خارجية الأردن أيضا بصفتها صاحبة الوصاية على المقدسات، ووزراء خارجية المكتب التنفيذي للمنظمة التعاون الإسلامي مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي. كان الحديث عن التحركات الأوروبية المطلوبة في إطار المؤتمر متعدد الأطراف من ناحية، وفي إطار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من قبل أوروبا. وهذا سيضع الولايات المتحدة في زاوية إذا ما اعترفت أوروبا أو تحركت باتجاه أن تعلن وتبادر إلى عقد المؤتمر الدولي متعدد الأطراف. المسألة الثانية مسألة تنموية. نحن نعمل الآن بالتنسيق مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مجلس الوزراء من أجل تفعيل دور وكالات منظمة التعاون الإسلامي من خلال بنك التنمية الإسلامي، صندوق التضامن الإسلامي، مع القدس ومؤسساتها وخطتها القطاعية اللي تم الاعتراف أو الحديث عنها في القمة العربية، والآن سيجري تبنيها أيضا من قبل القمة الإسلامية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعهم القادم اللي راح يكون مطلع الشهر القادم. نعم. في الموضوع الثالث، الموضوع القانوني، الاستيطان جريمة حرب بموجب اتفاق روما، وبالتالي هو مجرم في المحكمة الجنائية الدولية وهو جريمة مستمرة، وبالتالي في هذا الإطار أيضا علينا أن نستمر في التحرك والحاجة إلى الدعم القانوني العربي والإسلامي والدولي أيضا مهم في هذا الإطار. نعم. آخر مسألة هي مسألة الدعم الحقيقي للهبة الشعبية في القدس. هناك ناس الحقيقة عم بتوصل رسالة واضحة، وقفت في تموز العام الماضي في قضية البوابات، هذا نموذج للنضال الوطني. الآن الاحتلال يعجز عن مواجهة مثل هذا النموذج، وبالتالي تلاحظ أنه يستغل أي حدث لإبعاد النشطاء عن المدينة. ممنوع اليوم رفع العلم حتى في داخل مدينة القدس، أي نشاط من أي مؤسسة إما تغلق أو يغلق النشاط، وشاهدنا يعني مؤسسة إيليا صدر قرار من وزير الأمن الداخلي بإغلاقها. نعم. إذن نحن أيضا بحاجة لأن نتفاعل شعبيا مع المدينة، وأن يكون هناك مسؤوليات مترتبة بالشراكة ما بين الكل الذي يعمل السياسي مع المجتمع المدني مع المواطن العادي مع حتى التجار وأصحاب المبادرة ومع الخبراء والمختصين والإعلاميين. هذا يتطلب أن نكون كلنا موحدين في القدس أمام برنامج واحد يجمعنا، وهذه فرص. نعم. الآن أن نلتقي في هذه هام يعني إتمام الوحدة والمصالحة الفلسطينية. سيد التفكجي، في بعض المواضيع التي أثارت الشارع الفلسطيني والمقدس في الآونة الأخيرة، وهي إحدى أوجه الظلم الذي تعرض له المقدسي، كيفية سرقة أراضي الفلسطينيين في سور باهر وإقامة مباني لجنود الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ظلم كبير وقع على الفلسطينيين هناك، وشاهدنا كيف تم اقتلاع أشجار الزيتون المعمرة التي هي بالأساس قبل قيام إسرائيل. أولا أن إسرائيل تستخدم كل القوانين، هي تستخدم القانون العثماني، تستخدم القانون البريطاني الأردني والتشريعات الإسرائيلية. ما استخدم في هذه المنطقة هو القانون الانتداب البريطاني المصادر للمصلحة العامة للصادر في 43، وبالتالي بعد عام 1967 في عام 1970 تم مصادرة حوالي 2400 دنم من أراضي يطلق عليها في تلك المنطقة، هي منطقة حرام. وطبعا منطقة الحرام في رؤية الإسرائيلية هي أراضينا، كما حدث في منطقة اللاترون وفي بعض المناطق في الشيخ جراح عندما تم مصادرة هذه الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات وإقامة المستوطنات. وبالتالي المصلحة العامة هي ليست بناء مستشفى أو هذا، هي بناء مستوطنات إسرائيلية. ما حدث الآن في قضية سور باهر هي استمرار لهذا الموضوع، أن هذه الأراضي صدرت للمصلحة العامة، وصدرت المصلحة العامة هي ليست المصلحة العامة بمفهوم للفلسطينيين بمقدار ما هي للإسرائيليين. وبالتالي ما حدث في داخل القدس منذ 67 لليوم، أكثر من 35% من مساحة القدس أو 24 كيلومتر مربع من مساحة القدس تم مصادرتها بموجب هذا القانون، بينما في هنالك قوانين أيضا تستخدم في القدس المصادرة باعتبار قانون التنظيم مناطق خضراء أو أملاك غائبين، وكل القوانين التي تستطيع إسرائيل أن تفسرها، لأن الدولة، القانون، المحامي، التشريعات، المحكمة
هي لخدمة الاستيطان في داخل مدينة القدس. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي السفير أحمد رويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، كما أشكر جزيل الشكر السيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، شكرا جزيلا لكما. وكما تابعتم مشاهدينا الكرام، تحدثنا في حوار هذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد، تحدثنا عن التغول والتوغل الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية على حدود عام 67 وحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وخطورة ذلك على التواصل الجغرافي الفلسطيني. شكرا على المتابعة، ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد. تحياتي مقدم برنامج تامر عبيدات، إلى اللقاء.